أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحقيقة يعني يحتار الإنسان، ماذا يتأمل في هذا الكون؟ كل شيء سخره الله لك أيها الإنسان، حتى عالم المخلوقات والحشرات سخرها لتتعلم منها. سبحان الله، الكائن البسيط الذي نظنه لا يعقل وهو النمل، تبين أنه من الحشرات المعقدة جدا. النمل هو عبارة عن أمم، سبحان الله، يبني بيوت ويبني مساكن ويضحي بنفسه. والنملة أيها الأحبة تعتبر أقوى من الإنسان 100 مرة بقياسا لحجمها، شيء عجيب يعني. هذا النمل أيها الأحبة أجريت حوله دراسات كثيرة جدا، حتى إن العلماء اليوم في ألمانيا يحاولون أن يتعلمون تقنية الاتصالات الذكية المستخدمة في عالم المرور، يتعلمونها من هذا النمل. النمل سبق البشر بمئات الملايين من السنين إلى ماذا؟ إلى تنظيم المرور وإلى فن التخاطب والتواصل والدفاع عن المستعمرة، فهو مهندس بارع في بناء المساكن. سبحان الله، سوف نشاهد اليوم أيها الأحبة بعضا من عجائب هذا المخلوق العظيم. لقد سخر الله لنا عالم النمل، فهذا أحد الباحثين الذي درس النمل لفترة طويلة جدا، وتبين له أن النمل قوية جدا. وعندما قام باختبارات على عالم النمل وجد أن النمل ذكي جدا أيضا، ويعيش ضمن مجتمعات ويتعاون، ولديه اعتناء بالأولاد، حتى إنه قاس قوة النملة. تأملوا معي هذه التجربة العلمية أيها الأحبة. أي إنسان لا يستطيع أن يحمل نصف وزنه، ربما يعجز عن حمله. هل تعلمون هذه النملة كم تستطيع أن تحمل؟ النملة الضعيفة. لقد قام هذا الباحث بتجربة وقام بتحميلها بعض الأوزان، وتبين أنها تستطيع أن تحمل تقريبا 100 ضعف وزنها. سبحان الله، يعني تخيل مخلوقا يحمل 100 ضعف وزنه. لو اعتبرنا الإنسان بقوة هذه النملة وكان وزنه مثلا 100 كيلوغرام، فإنه يستطيع أن يحمل شاحنة وزنها 10 طن بسهولة ويتمسك بها. انظروا، هذه النملة تمسك بوزن يساوي 100 ضعف وزنها وتتمسك به ولا تتركه، وربما تمشي به. ما هذه القوة الهائلة أيها الأحبة؟ مخلوق قوي جدا. لذلك الإنسان قياسا للحجم، مع فارق الحجم يعني، ضعيف جدا. يعني لو كان الإنسان بحجم النملة يعتبر ضعيفا جدا. لذلك الله تعالى قال: وخلق الإنسان ضعيفا. لذلك أيها الإنسان، هذه الضعف صفة لك يجب أن تعترف بها
لتعود إلى القوي العزيز سبحانه وتعالى. آيات للموقنين. طبعا أحبتي في الله، قام هذا الباحث بتجربة أخرى، يعني الحقيقة محيرة. هنا النمل يعمل وينقل الورق إلى المستعمرة، قام هذا الباحث بإشعال الحرائق وتبين له أن النمل يستمر في عمله رغم الحرارة الهائلة. سبحان الله، يعني نملة لا تترك عملها، انظروا هي متمسكة بقطع هذه الورقة لتحملها وتذهب إلى المستعمرة كغذاء لها ولبقية أفراد المستعمرة. حتى عندما ترتفع درجة الحرارة وتبدأ هذه النملة بالغليان وتحترق وهي متمسكة بهذا الغصن لا تتركه. لماذا؟ هذا مثال سخره لك الله أيها الإنسان. إذا كانت نملة نظنها ضعيفة، بل هي أقوى منك بمئات المرات، متمسكة بهذا العمل وحريصة على عملها وتتقن عملها من دون أن يطلب منها أحد هذا الشيء، فكيف بك أيها الإنسان؟ يعني هذا النمل أيها الأحبة، نحن مسخر لنا لنتعلم منه، لأننا كما نرى النمل عالم منظم، حتى بعد انتهاء الحرائق يقوم النمل مباشرة بإصلاح ما تبقى من المستعمرة ويعود للعمل من جديد ويبني مستعمرات جديدة بعد احتراقها بشكل شبه كامل تقريبا. إذا ما هذه الطاقة المحركة لدى هذا الكائن العجيب سبحان الله؟ كل هذه الأسرار أيها الأحبة تستحق أن يذكر النمل في القرآن الكريم. إنه مخلوق ذكي جدا، معقد جدا، يعني يستحق الاحترام، لابد أن يذكر. لذلك الله أنزل سورة كاملة سماها سورة النمل، وذكر فيها النمل أيضا بإعجاز واضح. قال تبارك وتعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. انظروا إلى التعبير العلمي أيها الأحبة، قالت نملة، النملة الأنثى هي التي تحذر، ادخلوا مساكنكم، حريصة على بقية النملات، لم تنجو بنفسها بل حذرت غيرها. انظروا إلى التعاون في عالم النمل، وبالفعل من أكثر المجتمعات تماسكا وتعاونا هو عالم النمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الحقائق، وأن يكون عالم النمل هذا المسخر لنا يعني أسلوب نتعلم منه، بل ونقتدي به ونحرص على أعمالنا وعلى إتقان أعمالنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آياته للموقنين رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري جل من أجرى العيون، أبدع الأغصان فضلا، أنبت الحب الحصينا، أجرى بحرا عند بحر، برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار رب.